يسعد صباحك نور. نعم، التباين مش جديد على الفيدرال الامريكي والاسواق، يمكن كنا قد شاهدنا في الفتره الماضيه التباين على تخفيض اسعار الفائده وعدد تخفيضات اسعار الفائده، ثم التخفيض الحالي او من بين 3 تخفيضات الى تخفيضين ستستمر حاله عدم اليقين بكل تاكيد، بما ان الفيدرال الامريكي هو داتا ديبندنت، فتغييره وتغيير الاسواق بناء على الارقام الاقتصاديه سوف يستمر في الفتره القادمه بكل تاكيد. تاثيره بالنسبه للاسواق يمكن التأثير قد يكون هي نبرة الفيدرال الأمريكي في الفترة القادمة. نور، هون لازم نعرف أنه الفيدرال الأمريكي سيتجه لتخفيض أسعار الفائدة بشهر 6 أو شهر 7 انتصارا على التضخم أو مخاوف الوظائف، كما قد ألمح منها جيروم باول في المؤتمر الصحفي الأخير، المخاوف من النمو الاقتصادي أن يسجل بعض التباطؤ، أن يكون مجبرا الفيدرال الأمريكي لتخفيض أسعار الفائدة. هل سيكون تخفيض أسعار الفائدة ذو دورة تسهيلية أو هو تخفيض أسعار الفائدة لمرة واحدة أو مرتين؟ قد يكون هو السؤال الأهم بالنسبة لأسواق الأسهم، بالنسبة لتحركات الأسواق المالية في الفترة القادمة. على ما أعتقد وأميل من نبرة جيروم باول ونبرة أعضاء الفيدرال الأمريكي، الطريق طويلة، المطبات كما أسماها جيروم باول في الفترة الماضية بالنسبة للتضخم سوف تكون واسعة النطاق، لذلك تخفيضين لأسعار الفائدة أميل له أن لا تكون دورة تسهيلية بشكل كبير، لذلك قد يكون هناك إمكانية بعض التصحيحات في الفترة القادمة. على ما أعتقد لو ناقشنا حتى السلوك السعري بالنسبة للأسواق بالنسبة للمؤشرات الأمريكية، صحيح شهر مارس كان يعتبر ممتاز بالنسبة للأسهم، لكن لو طلعنا على ناسداك هو تداولات بعض الشيء ضيقة من 17800 إلى 18450 بالنسبة للناسداك، لذلك قد يكون هناك بعض المخاوف للتحركات في الفترة القادمة، خاصة أن الداو جونز عند مستويات أيضا نفسية، مستويات 40000، لذلك الكوركشن قد يكون مهم جدا. نبرة الفيدرال الأمريكي وحتى هو ما أضاف جيروم باول في الخطاب الأخير في تصريحه الأخير بأن إمكانية تخفيض أسعار الفائدة قد تحتاج بعض الوقت. طيب يعني أحمد، في مذكرة لمحللي جولدمان ساكس تحدثوا أن باقي الشركات في مؤشر S&P انضمت لشركات الماجنيفيسنت 7 بالنسبة للارتفاعات والقيمة المبالغ فيها بحسب ما ذكروا في هذه المذكرة، ذكروا أيضا أن الطريق لمواصلة الارتفاع ليس طويلا يعني بعد. هل نتوقع على ضوء هذه ربما الأحاديث أو المذكرات البحثية من قبل بنوك الاستثمار أن الطريق نحو التصحيح ربما بات أسهل حتى بعد صدور البيانات الأخيرة التي دعمت هذا الاتجاه؟ أتفق معك إيماد تماما، إمكانية التصحيح يمكن صار أقرب، حتى لو نناقش الماجنيفيسنت 7 يمكن لازم يصيروا ماجنيفيسنت 6 في الفترة الماضية، خاصة أن تسلا عم تسجل تراجعات والعرض أو الطلب صحيح بات شحيح في الفترة الماضية. يمكن أنه الفترة الجاية لو نجي نطلع حتى على الماجنيفيسنت 7، آبل عم بتواجه بعض الصعوبات بناء على موضوع الاحتكار، لو بدنا نناقش حتى فيسبوك أو ميتا عم بتواجه بعض المخالفات، بعض الغرامات قد تعطي بعض إمكانية 10 إلى 20% انخفاض ربحيتها في الفترة القادمة. ما أشرت له أنه الشركات الميد كاب أو سمول كاب رسل 2000 عم بيعطيني إمكانية حتى تسارع ارتفاعات في الفترة الماضية. هو ما يقلق بعض الشيء لإمكانية أن يكون تصحيح، بما أني أنا من رواد إمكانية التصحيح في الفترة الحالية، لكن رسل 2000 بما أن الشركات ضعيفة أو صغيرة فممكن يكون بعض التأثيرات بالإيرنينجز لو جاءت هي الأقل، وهو ما اعتدنا عليه أيضا في الفترة الماضية. الفورورد جايدنس ممكن يكون أيضا إشارات مهمة في الفترة القادمة، وعلى ما أعتقد بما أنه في الفترة الماضية كان بعض الضعف في الإيرنينجز في الفترة الماضية، فيعطيني إشارة بأن الفورورد جايدنس سوف يكون سلبي لغالبية الشركات، لذلك أعتقد أن التصحيح بات أقرب من إمكانية ارتفاعات أكثر بالنسبة للمؤشرات الأمريكية. أحمد، ذكرت بعض المشاكل التي تتعرض لها الشركات 7 الكبرى في الولايات المتحدة، ودي نسألك عن كمثال ألفابت وموضوع الاحتكار وانتظار الحكم في هذه القضية، مدى عمق تأثير هذا القرار على الشركة وأيضا على القطاع وباختصار أنت كرمت؟ يمكن هي كقطاع، بالنسبة للقطاع هو لا زال حتى الآن بعيد كل البعد عن السلبية، لكن عماد أعلم أعتقد أن الأسواق تحتاج القراءات السلبية، تحتاج بعض الأخبار السلبية لدفع الكوركشن، لدفع عمليات التصحيح، لذلك لو حصلت أخبار سلبية أعتقد رح يكون في تهافت لعمليات البيع. ليس البيع السلبي ليس بيع سوف يكون سلبي على أداء الأسواق الأسهم، بالعكس لما يكون في عندي تصحيح هو عمليات بناء لأسواق المالية،
لذلك قد تكون هي الأخبار السلبية مع عدم اليقين على ما أعتقد إشارات قد تكون متطابقة للدعم، لكن قطاع التكنولوجيا على ما أعتقد هو الأقوى لحتى الآن بالنسبة للقطاعات الأخرى. شكرا لك أحمد عزام، محلل أول لأسواق المال في إكويتي، على هذه المشاركة معنا اليوم.